غادي قرر التاجيل ديال النطق بالحكم للثلاث الجاي 3-17 مارس. دونك كاين تمديد من اجل البت في المناقشه ديال 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 الملف ديالي. شيء عادي هادشي بالنسبه للمحامي ديالي. الدفاع كيقول ان هذه المساله كتوقع بزاف لانه بعض المرات الهيئات القضائيه ما كيكونش عندها الوقت الكافي باش تعالج جميع الملفات اللي محطوطين عندها. غنستناو الثلاث الجاي ويكون الخير ان شاء الله. فكما كان متوقع اليوم كان يفترض ان السيد الرئيس ينطق بالحكم في مواجهه عمر الرديب بخصوص المتابعه المسطره في حقهم طرف السيد وكيل الملك، الا ان السيد الرئيس ارتاى تاجيل النطق بالحكم الى يوم 17/3/2020. بطبيعه الحال هذه مكنه قانونيه خوله المشرع للسيد الرئيس عندما تكون له اكراهات واقعيه. وبطبيعه الحال في هذا الملف كما رايتم فالسيد الرئيس اخبرني بان هناك صعوبه في تحرير هذا الملف اضافه الى الملفات الاخرى على اعتبار انه كانت بين يدي مجموعه من الملفات التي تحتاج الى تحرير، وبالتالي قرر تاخير النطق بالحكم الى حين تحرير الحكم المتعلق بالقضيه الى يوم الثلاثاء 17/3/2020. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.